كان يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بس يعني لو ما أضل تمرة، كل تمرة واشرب ماء، طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وتنال من البركة. بركة باتباع السنة، وبركة بتقوية الجسد، فإن لجسدك عليك حق. أنت نازل موظف، نازل عامل، عندك شغل تاني يوم، هتتعب وجسدك هيتعب، فقوه على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لا تمل من الطاعة. حتى ما تقول أنت هيخلص رمضان، أنت متسحر وعاطي جسمك حقه حتى تستطيع أن تتابع يومك بأمور الدين والدنيا، بالصيام، ما تتنفطر أحدا، ما تتخلى أحدا، وبأمور الدين بدك تقرأ قرآن، بدك تعمل أعمال بر، تسعى بمصالح المسلمين، تسعى بمصالحك، قادر عشان أنت تكون تسحرت وطبقت السنة ونلت البركة.